كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. والإحالة على المرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان والسمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتأسيس لمقتضيات داعمة لحقوق الإنسان ودستارة مقاربة مشاركة المواطنين والمواطنات والتكريس الدستوري لدور المجتمع المدني والتأسيس لمقاربة النوع الاجتماعي وتكريس مفهوم التنمية البشرية. الغاية من هذه المناظرة هو وهذا يتضح من خلال الجلسات الموضوعية المبرمجة مساء اليوم هي الاستماع إلى رؤى وتصورات وارتسامات الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية إضافة إلى الجهات التمثيلية سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الجماعات الترابية لمعرفة رأيها وتصورها حول مدى استحضار الدولة المغربية على مستوى التشريع على مستوى الإجراءات والقرارات الإدارية مدى استحضارها للبعد الحقوقي في هذه السياسات. أكيد هناك تقاطعات سنقف عندها بين جميع هذه الأطراف سواء في اتجاه الإيجابي أو في اتجاه السلبي. في نهاية المطاف لا يمكن لهذه المناظرة أو هذا التناظر بين هذه الأطراف التي ستنظر وتنظر أصلا إلى الموضوع حقوق الإنسان من زوايا مختلفة، زاوية الفاعل الرسمي وزاوية الفاعل يعني غير الرسمي، نأمل ونطمح إلى أن نخرج بتوصيات تساعد وتساهم في استحضار وتكريس البعد الحقوقي عند وضع السياسة العمومية من طرف الدولة المغربية على جميع المستويات كما قلت لكم. المناضل الوطني حول السياسات العمومية حول الإنسان مؤسسات والسياسات والأليات السياقات ترتبط بمجال السياسات العمومية. الأكيد الآن على أن المقتضيات الدستورية الجديدة تتحدث عن السياسات العمومية من خلال توسيع مجال القانون من خلال دستات مجلس الحكومة. الأكيد أيضا على أن السياسات الحكومية تنتج من داخل مجلس الحكومة في حين السياسة العامة يتم التداول فيها من خلال مجلس الوزاري الذي يتأسس جلالة الملك. المناظرة الآن من خلال رؤى متعددة مقابلات متعددة مقابلات ترتبط بالمجال المؤسساتي من خلال مداخلات علاقة بالسلطة القضائية علاقة بالنيابة العامة بالحكومة كل التعبيرات ذات طابع المؤسساتي وكذلك التعبيرات ذات متعلقة بمؤسسات الحكمة كمؤسسة الوسيط كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا جانب. مقابلة أخرى ممكن توصفها بالتعبيرات خارج المجال المؤسساتي ترتبط بالفاعلين المدنيين. أكيد أن المقتضيات الجديدة لتسوء 2011 جاء بمبادئ جديدة ترتبط بدستات مقاربة تشاركية. الآن القرار العمومي أقول القرار العمومي ومكناس ومراكش وأكاديم على أن يتم توسيعها تدريجيا لتشمل باقي الأقاليم والعملات وقد أصبرت هذه الخطة على التكفل في 120 طفلا كانوا ضحايا استغلال التسول كما تمت متابعة 88 شخصا من الجراء من استغلال أطفال التسول. ومن جهة أخرى تعد رئاسة النيابة العامة في إطار هذه المناظرة الوطنية حول السياسات العمومية وحقوق الإنسان تأتي مشاركتي في إطار الحديث عن تدبير الشأن الديني بالمغرب. هذه المؤسسة التي هي ربما تختلف عن باقي المؤسسات وباقي السياسات الأخرى باعتبار أن الشأن الديني هو من اختصاص أمير المؤمنين ووضع له وزارة تابعة له مباشرة تعمل في إطار مراسيم ودعائر ملكية وأيضا نصب له المجلس العلمي والمجالس العلمية المحلية توصيات وجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة ويمثل كذلك مجموع ما تم إدماجه في الوثيقة الدستورية اعترافا وإقرارا بالمبادئ والضمانات والحقوق التي باتت تشكل أساساً ودعامات بالنسبة لعمل الصورة الدستورية.